استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث قدم لسموه حفظه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على إصرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على إصرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها وقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها، وأن أؤدي أعمالي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها.